الفنان راشد الماجد في أولى حفلاته بموسم الرياض 2021 يمازح جمهوره ويسألهم عن لقاح كورونا. حفل الفنان راشد الماجد كان في أحد الفنادق الكبرى بالرياض. يبلغ قيمة تذكرة الدخول لحفلة الفنان الكبير 1000 دينار، والحفلة كومبليت ومكتملة العدد. مساء الخير عليكم جميعا، يا هلا وغلا، وحشتوني لونج تايم. ان شاء الله دائما ايامنا تكون حلوه بوجودكم. سلم خليكم يا رب، عساكم مبيزرين كلكم، كلهم لقاح. يلا عجل توكلنا. على مدى 4 ساعات متواصلة أطرب راشد الماجد جمهوره في العاصمة الرياض في ليلة غنائية مكتملة العدد. بدأ حجز تذاكر الحفل منذ أن أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها عن حفلة النجم راشد الماجد التي كانت يوم الجمعة 18/7/2021، وكانت بأحد فنادق العاصمة الرياض. التذاكر كانت متاحة إلكترونيا في تمام الساعة 6 مساء اليوم السبت 12 يونيو بتوقيت السعودية، على أن يبدأ سعر التذكرة للفرد الواحد 1000 ريال سعودي. ورغم ارتفاع ثمن تذكرة حفلة الفنان راشد الماجد إلا أن جميع الحفل كان كومبليت. وأعلنت الشركة المنفذة للحفل نفاذ التذاكر. وفيما يبدو أن سعر التذكرة هو سعر موحد لجميع حفلات موسم الرياض 2021، لأنه نفس ثمن تقريبا حفلة الفنانة إليسا والكفوري. الفنان راشد الماجد من مواليد 27 يوليو سنة 1969، أي هو الآن بعمر 51 سنة، راشد عبد الرحمن عبد العزيز الماجد، والملقب بسندباد الأغنية العربية. مغني سعودي يعتبر من أشهر مطربي الخليج، وولد في البحرين من أب سعودي وأم بحرانية، ويملك جواز السفر البحريني. الفنان راشد الماجد يشعل حفلات الرياض ويتصدر الترند في السعودية. لحظة دخول الفنان راشد الماجد على جمهوره وجه لهم كلمة وأعرب فيها عن سعادته بالعودة من جديد للحفلات الغنائية. مساكم الله عليكم جميعا بالخير، وحشتوني وقت طويل، يا رب دايما أيامنا تكون حلوة بوجودكم. كما تحدث راشد الماجد بشكل طريف مع الجمهور الذي طرح على الجمهور سؤال حول تلقيهم للقاح كورونا، ليجيب الجمهور بالإيجاب.